كتب لنا قصتنا النهاردة ياسمين أبو حسين. هي الأبواب اتعملت ليه يا جماعة؟ اتعملت عشان تخبي وراها حاجات ما ينفعش طرف يشوفها عن الطرف التاني، خلينا أقول خبايا وأسرار وحاجات مش لازم الكل يشوفها. يبقى ليه بقى التطفل والفضول؟ ليه أفتح الباب اللي مقفول؟ ليه حب المغامرة بيغلب على تحكيمة العقل؟ ونرجع في الآخر نندم ونقول يا ريت اللي حصل مكان، أنا إيه اللي خلاني أفتح الباب المقفول؟ ويا ريت الوقت يرجع بينا، يمكن نصلح اللي اتكسر ونسيب الباب مقفول زي ما هو. لأنها طلعت مش بس الأبواب بتخبي علينا أسرار وخبايا، دي بتحمينا من حاجات كتيرة جدا. هتصدقني لو قلتلك بتحميك من نفسك؟ أنا حبيت أبعتلك حكايتي يا أستاذ أحمد لأنك أنا شايفة إنك أكتر حد واصل للشباب الجديد، كله تقريبا بمختلف أعماره، ودورك مؤثر ودي مسؤولية كبيرة وأتمنى تكون قدها، وواثقة فيك إنك قدها، ومن كتر كلام بنتي شروق عنك اتأكدت إنك قدها وبتأديها على أحسن وجه. الحقيقة أنا مش من متابعيك لفترة قديمة يعني، ولكن مؤخرا بدأت أتابع، مش بتابع الجانب بتاع الرعب والحاجات دي، لا أنا بتابع الأعمال التطوعية وأعمال الخير، وخصوصا الحاجات اللي بتعملوها في شهر رمضان وقبل الأعياد. بس خليني أقولك لازم كل اللي بيسمعوك يعرفوا القصة دي، اعتبر ده ثواب، اعتبره خير بتعمله، يمكن أكون أنا سبب في أني ألحق المتطفلين منهم بدل ما أهليهم يحسوا باللي أنا حساه دلوقتي، واللي أتمنى أن محدش يحس بيه أبدا. ماما تليفونك بيرن يا ماما، الرقم شكله ده من مصر يا ماما. مين يا شروق يا بنتي؟ يكونش خليك حماد أخيرا حن عليا وافتكر يتصل بيا، ده بقاله يجي أسبوعين ما تكلمنيش خالص ولا اتصل بيا. شروق بنتي دققت في التليفون وقالت لي إنه رقم غريب مش متسجل باسم حد، وسألتني أرد، قلت لها لا لا هاتي أنا هرد. ألو عماد؟ ما كانش صوت عماد، كان صوت غريب بيقول لي دكتورة هالة ازاي حضرتك؟ أنا خالد عثمان جاركم في العجوزة، حضرتك يا ترى فاكراني؟ أهلا وسهلا أستاذ خالد، طبعا فاكراك، أخبارك إيه وأخبار طنط سيدة إيه؟ تمام الحمد لله، وهي بتسلم عليك كتير والله. عارف يا يونس، أنا كنت بتكلم وبقول أي كلام لأني مرعوبة من المكالمة، اللي متغرب فاهم قوي معنى المكالمة اللي زي دي، حد من جيرانك يتصل بيك بدون مناسبة وبدون مقدمات. أنا مرعوبة، بلعت ريقي بتوتر وقلت له عماد أخويا حصل له حاجة، أستاذ خالد عماد أخويا حصل له حاجة. سكت ما ردش عليا، وده أكد لي أن عماد أخويا جرى له حاجة. أنا خفت أعيد السؤال وفضلت ساكتة وهو كمان ساكت، لكنه رد بعد شوية وقال لي حضرتك لازم تنزلي مصر فورا يا دكتورة، عماد في خطر. قعدت على الكرسي اللي جنب مني وبحاول اتماسك وقلت له في ايه اخويا؟ ماله يا خالد؟ طمني بالله عليك. انا مش هقدر احكي حاجة في التليفون، كل اللي هقوله لك ان اخوكي في خطر، ويا تلحقيه يا ما تلحقيهوش يا دكتورة. شروق مسكت ايدي وفضلت تقول لي خاله ماله وخاله ماله يا ماما خاله ماله. بصت لها وعناية كلها دموع. خلي حازم أخوك يحجز لي على أول طيارة لمصر، يشوف أي شركة أي تذكرة، إن شاء الله أقعد على إيد كرسي أي حاجة، أنا عايز أنزل مصر لأخويا دلوقتي، عايز أنزل مصر لأخويا. وحصل، وسافرت، وأول ما خرجت من المطار أنا ما كنتش مركزة في أي تفاصيل لبلدي اللي وحشاني. أنا كنت هموت وانزل مصر رمضان اللي فات، علشان أنا عارفة رمضان بيبقى حلو إزاي في مصر، بس أنا مش مركزة في حاجة من الحاجات دي، أنا مرعوبة على أخويا، وإيه يلحقوا يا ملحقوش دي. فضلت أتصل بيه من وأنا هناك، ولما نزلت مصر وما بيردش، وشوية والتليفون ده مغلق. كلمت أستاذ خالد لما وصلت برضو أكتر من مرة، برضو ما بيردش. أول ما وصلت قدام بيت أبويا وأمي لقيت البواب جري عليا وقال لي
الحمد لله على السلامة يا دكتورة، بقالي ساعتين بحاول أوصلك، تليفونك مقفول. شد حيلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. مسكت في إيد شروق بنتي وسألته، في مين؟ في مين؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ ده أنا قلت حد قالك عشان كده جيتي مصر. بقولك في مين؟ الأستاذ عماد أخو حضرتك الله يرحمه، رمى نفسه من شقتكم اللي في الرابع ونزل ميت ناحية شباك أوضته. ده كان أمير الأمر، والله معرفش إيه اللي صاب، ومعرفش إزاي انتحر. تشكله لما انتحر كان صعب قوي، صعب قوي. كنت هقع من صدمتي، لحقني البواب بكرسي وقعدني قبل ما اقع، وفضل يقول لي شد حيلك يا دكتوره، هو مين اللي هياخد عزاه ويستلم الجثه؟ فقت على صوت شروق وهي بتقول له خلاص اسكت بقى، خلاص انت مش لازم تقول تفاصيل اكتر من كده، سيبها باللي هي فيه دلوقتي. وجه استاذ خالد جارنا، اخدنا على المستشفى. كانت اصعب لحظه وهما بيسحبوا الجثه من التلاجة علشان اشوف اخويا، ويمكن دي النظرة الاخيرة. عماد مش اخويا بس، عماد كان ابني حبيبي، بعد موت امي انا اللي ربيته وكبرته. خلاص انا بقيت لوحدي، خلاص بقيت لوحدي. لكن راسه كانت متهشمة حرفيا، وصدره وكتافه لونهم ازرق ومليانين كدمات، حواجبه كانت نازلة قوي ناحية عينيه كأنه بيعصر عينيه من الخوف، وبقه متصلب بشكل عنيف. خرجت أجري وأنا مش مصدقة اللي وصله للمرحلة دي. الدنيا سودت في عينيه، وأنا بفتكره في آخر زيارة لينا لما جه زورنا في السعودية، وجاي علشان يعمل عمر. ضحكته وجنونه وحبه للحياة. إزاي يا مادي ينتحر؟ ازاي عماد ينتحر؟ انا اخويا ما ينتحرش. ولادي جم معايا لو ما قلت لكمش، وخدوني ورجعوني بيت ابويا. اول ما دخلت البيت كان بارد، كأن تكييف شغال فيه على اعلى درجة، ضلمة وكتمة وريحة وحشة. فتحنا النور، لقينا اكياس كتير حواليها دبان لونه ازرق، ولقيت الأرض فيها صراصير وبراس وحاجة منتهى القرف، وكوام من علب تونة في كل مكان. البيت كان كله عنكبوت ونمل كأنه مهجور من سنين. الإضاءة مش ثابتة وبتترعش لدرجة إنها تعبتني وتعبت عينيا. اتلفت للبواب وقلت له إيه اللي وصل البيت للحال ده؟ الشقة عاملة كده ليه؟ يا دكتورة هالة، أنا كنت بطلع أنضفها بنفسي، بس من أسبوعين المرحوم رفض ان انا اطلع، والجيران اشتكوا كذا مرة من ريحة الشقة، وقلت للمرحوم كان بيغلط فيه ويطلع يغلط فيهم هما كمان. ده غير يعني الصراحة احنا كنا دايما نسمع اصوات غريبة خارجة من الشقة عندكم، مرة ستات مرة رجالة ومرة عيال صغيرة، ده الناس ظنوا في السوق. ولما كنت اكلمه كان يهب فيا ويطلع فيا زي المدفع. في الفترة اللي فاتت أنا كنت بتجنب المرحوم خالص، كان حابس نفسه في البيت، كان ينزل يشتري سمك ني وتونة، ومن الواضح من المنظر اللي حضرتك شايفاه دلوقتي إنه ما كانش بيرمي شنط الزبالة ولا الفضلات، ده حتى ما كانش بيسيبها على الباب زي الجيران ما بتعمل. كنت أنا هاخدهم أرميهم أو أنا وحد من عيالي. والله يا دكتورة حاله اتبدل، محدش فاهم ايه اللي جراله. بقيت ابص بعناية على حيطان البيت لحد ما وصلت لحيطة الصالون، ولاحظت ان ركني فيها بقى لونه اسود كأنه محروق. يا ترى ايه ده؟ فرجعت للبواب وقلت له انا عايز البيت ده ينضف بسرعة، الناس هيجوا يعزوني في الخرابة دي ازاي؟ هيدفن والناس هتيجي هنا، مش هينفع كده. حاضر يا ست هانم، هخلي مراتي والعيال يطلعوا، وفي ظرف ساعة نكون مخلصين كل حاجة، هرجع لك البيت نظيف زي ما كان. أنا فاهم الناس لازم تيجي تلاقي بيت المرحوم بيشف ويرف. بالمناسبة كان جنب الباب ملح كتير، ولما دققت النظر
الملح كان في كل مكان مش جنب باب البيت بس، وتحت رجلي لقيت ورقة مكتوب عليها حاجة بخط عماد. شلتها وبصيت فيها، مكتوب عماد محمد سيف الدين، وكان عليها نقط دم جافة. طبقت الورقة وحطتها في الشنطة. كل العفش كان عليه حاجة زي شمع سايح، الحشرات بتتحرك في الشقة بحرية، الفضلات في كل مكان، المكان حرفيا لا يحتمل. الأوضة الوحيدة اللي كان ينفع أدخلها أوضة بابا. كان الراديو القديم لسه شغال بصوت هادي على إذاعة القرآن الكريم زي ما ماما الله يرحمها كانت بتسيبه. وكانت الأوضة نظيفة جدا على عكس البيت برا. دخلتها وحضنت السرير وترميت وأنا بشم ريحة اللي وحشني ومنهارة في العياط. قد إيه أنا محتاجاهم كلهم. فضلت أقول يا بابا عماد جايلك، عماد جايلك يا بابا. طبطب عليه لأنه حالته صعبة. هتتونس بيه يا حبيبي، وهتسيبوني أعيش لوحدي على ذكراكم ووجع القلب والحزن. فضلت أعيط لحد ما نمت وأنا مش حاسة بأي حاجة. صحيت تاني يوم على صوت عماد في ودني وهو بيصرخ، يا هالة الحقيني يا هالة الحقيني يا هالة الحقيني. صحيت مفزوع من الكابوس، صحيت بدور عليه زي ما يكون بدور على طفل. ما لقيتوش، بس صوته بيتردد في عقلي. قلبي مقبوض، كنت حاسة انه حواليا وبيبص عليا. يمكن سمع صوته وحس بنفسه وشم ريحته. لحد دلوقتي روح عماد موجودة في البيت، كأنه بس جسمه اللي اتخلص من العذاب وساب روحه ترتاح هنا في بيت أبوه وأمه. أنا مش قادرة أسامح نفسي، إزاي أسبوعين يمر عليا من غير ما أعرف عنه حاجة، وكل اللي بقوله إنه ما بيتصلش بيا. يا جماعة لما تبعدوا عن بعض اسألوا على بعض وما تستنوش إن حد يبادر، بادر أنت، اسأل، اسألي. دي نفس عقدة الذنب اللي صابت الكل بعد موت أبويا، صابتني بعد موت عماد، ومش قادر أتخلص منها ولا أتخطاها ولا أكمل. بصيت لصورته المتعلقة على الحيطة مع بابا وقلت له، ليه يا أخويا؟ ليه يا أخويا عملت في نفسك كده؟ هانت عليك نفسك؟ هنت عليك يا عماد؟ هنت عليك يا عماد؟ لولا تأكيد الشرطة إن مفيش شبهة جنائية، أنا عمري ما كنت أصدق إن أخويا انتحر. كنت هقول ان حد رمى من البلكونة. دخل حازم ابني وقال لي، ماما في ناس بره عاوزين حضرتك، تقريبا جايين يعزوكي، وبالمناسبة الدفن هتكون العصر بعد الصلاة على طول. انا كنت فاقدة الاحساس بكل التفاصيل، بالجنازة والمشهد وكل حاجة، لحد ما قفلوا باب القبر على عماد. قلت لهم سيبوني شوية، سيبوني شوية جنبه. قعدت جنبه ادهيله واطمنه ان انا موجودة ومش همشي. من كتر تأثري انا شفت عماد واقف بعيد تحت شجرة وملفوف في الكفن وبيبص ناحيتي، وكان بيبكي. برغم انه بعيد كنت شايف عينيه، وعينيه كان كلها ندم. ودراعاته كانت خارجة بره الكفن وعليها علامات تعذيب ولا معرفش ايه. ورجليه برضو كان عليها علامات، العلامات اللي كانت عليه غير العلامات اللي شفتها على فكرة في المشرحة، كأن حيوان مفترس كان بياكل من جتته. كانت وقفته في الكفن وقفة معوجة، كأنه مش قادر يقف. رفع ايده ببطء وشاور، بس ما كانش بيشاور لي، كان بيشاور بزاوية جنبي ورايا. انا عارفة ان كل دي هلاوس، ومتأكدة ان كل دي تهيؤات بسبب اللي انا فيه، بس بصيت ورايا فعلا. احنا كنا بعد العصرية. لما بصيت ورايا كان ورايا ظلمة، ليل حرفيا، كأننا في عز منتصف الليل وفي عتمته.
ليل من غير قمر، من غير نجوم، ضلمة حرفيا تاكل اي حاجة. رجعت بصيت ناحية عماد تاني، ما لقيتوش. اتلفت ورايا لقيت الضلمة تاني، ولقيت حاجة واقفة في الضلمة. رجعت بعناية تاني لقيت النور، ولقيت النهار، ولقيت عماد. وعماد بيمد ايده وكأنه بيستغيث وعايز حد يساعده. نظرات عينيه كانت كلها توسل ورجاء. يمكن بيقولي ان الشيء الواقف ده هو اللي عمل فيه كل حاجة؟ معقول؟ فقت من كل ده على صوت شروق بنتي وهي بتقولي انت كويسة يا ماما. بصيت لها وقلت لها خليك عماد اهو، خليك عماد اهو، شايفاه شروق؟ مفيش حاجة طبعا يا جماعة، كأنه ما كانش موجود، أو في الحقيقة ما كانش موجود وأنا اللي بخرف. بصيت ورايا لقيت الشمس طالعة والجو نهار عادي جدا. بنتي وابني طلبوا مني أمشي، وحرام عليا اللي بعمله في نفسي. فضلت أقول لهم خالكم كان هنا، خالكم كان هنا، وكان في حد تاني الناحية التانية شكله يخوف وعايز يأذيه، والدنيا هنا كانت نهار والدنيا هنا كانت ليل. أنا مش مجنونة، أنا اللي بقوله ده حصل. كل كلامهم إن أنا أدعيله بالرحمة، ونظراتهم ليا كانت كلها خوف عليا. ودعت عماد وودعت أبوي وأمي، ولقيتني بطبطب على التربة كأني بطبطب عليه، وبحط إيدي على التربة كأني بقوله أنا موجودة. ومشينا، وفضلت أبص ورايا للقبر وأنا ماشية، وحاسة إن هو بيقولي ما تمشيش، ما تسيبينيش لوحدي يا أختي، ما تسيبينيش لوحدي. ومشيت وسبت عماد لمصيره والحياة البرزخ. ويا ترى حياته أو مماته في قبره هيكون عامل إزاي؟ مفيش في إيدي حاجة غير إن ده طول ما أنا كنت ماشية كنت عمال أقول اللهم اجعل قبر أخويا روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله يا رب حفرة من حفر النار. يا رب عوضه خير في شبابه يا رب، يا رب سامحه واغفر له يا رب، يا رب إن كان محسن فزيد في إحسانه، وإن كان مسيء فتجاوز عن سيئاته. يا رب هون عليه ضمة القبر يا رب، يا رب هون عليه ضمة القبر يا رب. خلصت أيام العزاء اللي كان كلها قصص غريبة. الناس في العزاء بتيجي تقولك عن كرامات الميت، وإن قد إيه كان بيساعد غيره وبيقف مع غيره، وقد ايه كان شخص طيب، وقد ايه وقد ايه. لكن الكلام عن اخويا كان كله قصص غريبة في اخر ايامه، وكأنهم بيتكلموا عن واحد تاني غير عماد اللي انا عارفاه اكتر من نفسي. اخويا اتبدل في اسبوعين يا جماعة، اسبوعين بس بدلوه بالشكل ده. كل الكلام انه كان بيأذي الناس بألفاظ مستحيل اتخيلها منه، وتصرفاته كانت غريبة وغير مقبولة. وقفت في شباك أوضة أخويا وأنا بشوف بقعة الدم اللي عملها تحت في الشارع بوقوعه، وبحاول أتخيل إحساسه وهو بيقع أو هو بيرمي نفسه في المسافة دي كلها. يا ترى كان خايف؟ يا ترى كان في وعيه ولا مش في وعيه؟ يا ترى لو انتحر مصيره هيكون إيه؟ في مرة سمعت شيخ بيقول ما تحكموش على المنتحر إنه هيدخل النار، انتوا ما تعرفوش اخر لحظات عقله كان فين. ومن وقتها وانا ارتحت دايما، ومرتاح لاخويا، ومرتاح ان اخويا اكيد اكيد اللي وصله للمرحلة دي سيطر على عقله. ما تحكموش يا جماعة على اللي ينتحر انه داخل جهنم، اوعوا تحكموا على حد، اوعوا تحطوا نفسكم مكان ربنا وتقولوا ده داخل الجنة وده داخل النار، اوعوا. عمال افتكر شكل راسه المتكسر والدم الاسود المتجلط اللي كان عليها، وكل اللي على لساني ما بقولش غير حاجة واحدة بس، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قطع تفكيري شروق بنتي وهي بتقولي إن أستاذ خالد جارنا وصاحب أخوي عماد عايز يشوفني، وانه مصر يشوفني. خرجت مع بنتي،
سلمت عليه وقعدت وشكرته وقلت له كتر ألف خيرك، كتر ألف خيرك. عينيه كانت مليانة دموع وقال لي عماد كان أخويا، مش بس صاحب عمري يا دكتورة هالة، أنا مش مصدق إنه سابني. يا رب قرب اللقاء، يا رب قرب اللقاء. كان حازم ابني قاعد قدامه وقال له أنت طلبت من ماما ترجع لمصر قبل ما خاله يموت، ده اللي فهمناه، وكأنك كنت عارف إنه هينتحر. إحنا محتاجين نعرف يا أستاذ خالد هو كان فيه إيه وإيه اللي حصل في الأسبوعين اللي فاتوا. في يوم كنا قاعدين في كافيه أنا والمرحوم، وحد من صحابنا اتكلم عن لعبة اسمها لعبة منتصف الليل، يمكن تكونوا سمعتوا عنها، بيقولوا عليها ميد نايت جيم. اتحدانا ان احنا نلعب اللعبة، وقال اللي هيخرج منها سليم هيتحقق له 9 طلبات بيحلم بيها. كلنا رفضنا الكلام ده، خصوصا انها لعبة بترتبط بالجن في الاخر، وفي كلام كتير انها مميتة، وفي كلام ان في ناس لما نفذوها شافوا وحسوا بحاجات غريبة. للأسف عماد خالك كان حابب يسمع اكتر، خصوصا ان اول شرط من اللعبة انها تكون اللي هيلعبها عايش لوحده. والله كنت فاكره بيهزر يا ابني، عمري ما كنت اصدق انه هيعمل كده. يعمل ايه يا خالد؟ انا اخته من حقي اعرف يعمل ايه يا خالد. يلعب اللعبة وينفذ شروطها يا دكتورة. عماد ما كانش ناقصه حاجة، ناجح في شغله وحالته المادية كويسة والحمد لله، من ميراث أبوكم يا دكتورة، وكل الناس كانت بتحبه. كانت بتحبه؟ أيوه، أنا انشغلت مع أختي الأسبوعين اللي فاتوا وما سألتش عليه، وكنت زعلان إنه أثر في السؤال عني وهو عارف المحنة اللي أنا فيها. ولما رجعت الناس تكلمني وتقول لي شوف صاحبك ماله، سمعت حكاوي غريبة، ولما جيت هنا أسأله طردني شر طردة، وكأنه ما يعرفنيش. اللي عرفته كمان إن الجيران كانوا عايزين يبلغوا الشرطة، كانوا عايزين يبلغوا فيه. أنا اتحايلت عليهم ومنعتهم، وجبت رقم حضرتك من البواب وكلمتك عشان تلحقيه، لأن وقتها اتأكدت إن اللعبة دي هتخلص عليه ازاي. معرفش، ما كنتش عارف طبعا انه هينتحر، ده لو كنت اعرف والمصحف كنت قعدتله تحت الشباك، ان شاء الله يقع عليا يموتني انا. استاذ خالد خرج من الجاكيت بتاعه الموبايل بتاع عماد، وقال انه دخل مع الشرطة البيت، وبعد التحقيق ادوله التليفون وكذا حاجة من الاحراز، وبيقول انه لقى ريكوردات متسجلة، وبيقول انه يفضل ان انا اسمعها بنفسي، لانك هتسمعي اللي حصل من عماد بنفسك يا دكتورة. قال لي انه هو سجل كل حاجة تقريبا لحد يوم الاستسلام والانتحار. حازم ابني اخد مني التليفون، واستاذ خالد كمل كلامه وقال عشان تسمعوا اللي حصل له لازم الاول تكونوا مستعدين، انا اللي سمعته كفيل يخليني أخاف أغمض عيناي لسنين. أنا متأكد إن اللي حصل له ده هيكون شفيع ليه قدام ربنا. أوعاكي تقولي إنه انتحر يا دكتورة، أوعاكي، أنت ما تعرفيش حصل له إيه. أي حد كان مر باللي هو المرحوم مر بيه، محدش عارف كان هيعمل إيه، كان هيعمل أكتر من اللي عمله عماد علشان يرتاح. أنا هقوم أمشي، بس لو حد فيكم بيخاف بلاش يسمع، بلاش. رقمي مع حضرتك يا دكتور، لو احتجتي اي حاجة كلميني، انت اختي واخوكي ده اخويا وصديق عمري. انا بأكد عليك يا استاذ احمد يونس وعلى المستمعين، لو حد بيخاف ياخد حذره، لان اللي هتسمعوه واللي هحكيه صعب جدا ومرعب جدا ومؤلم قوي. بأكد تاني، اللي هتسمعوه صعب جدا. منكرش ان احنا كنا مترددين احنا كمان ان احنا نسمع، عدد الريكوردات كان كبير جدا وبتوقيتات كبيرة،
بس كنت عاوزة أعرف أخويا وصل للمرحلة دي إزاي. وبدأت أسمع. أول ما سمعت صوت أخويا قلبي كان هيقف. تخيل يا أحمد، الإنسان ده أضعف حاجة في الكون كله، أهو أخويا راح واللي باقي منه كم صورة، أيوة وصوت متسجل، لكن هو فين؟ أنا هتجنن. الفويس اللي شغال والأصوات دي، هو فين صاحبها؟ بيحصل له إيه دلوقتي؟ حاسس بإيه وبيشوف إيه؟ لو كل الناس تعرف يا أستاذ أحمد إن إحنا كده كده هنمشي ومش مخلدين. لو كل الناس تعرف إن نهاية البني آدم مرمي في التراب، ويقتنعوا بالحقيقة دي وما يبقاش كلام مجرد كلام مرسل ويقولك لما يجي لحظتي وساعتي يبقى يحلها حلال. لو الناس تعرف. أنا هسمعكم، هسمعكم الريكوردات كلها اللي عماد قالها بالحرف، لأن من حقك تسمعها، واللي بيسمعوك برضو يا أستاذ أحمد يسمعوها. أنا عماد سيف الدين، قررت أجرب تجربة غريبة وجديدة، وحبيت أسجل كل حاجة عشان نشوف لعبة منتصف الليل دي حقيقة زي ما بيقول ولا مجرد كلام وخلاص. وأنا مش عارف ليه قررت ألعبها، يمكن فضول، يمكن فراغ، يمكن وحدة، يمكن اللعبة بتفتح باب بيني وبين عالم الجن وبتستحضر حد منهم. أنا وحظي بقى. الشرط الأول أكون لوحدي، حضر ورقة وأكتب عليها زي ما الشروط حكمت، اسمي بالكامل بدبوس شكيت صباعي ونقطت دمي على الورقة. حطيت الورقة على الترابيزة وفوقيها شمعة وولعتها، رشيت ملح في كل ركن في البيت، ولعت شمعة تانية وقفت في نص دايرة عملتها بالملح حواليا علشان تحميني من اللي هيظهر انه ما يأذينيش. دقايق بتعدي مستني اشوف اللعبة دي جد ولا مجرد كلام فاضي، والاجابة جد. الجو بقى برد جدا، برودة عجيبة وغريبة في شهر 7. اتحركت ورحت الأوضة اجيب جاكيت يدفيني، وانا بقول بصوت مسموع، هي اللعبة اشتغلت ولا ايه؟ مش هنكر، مش هكدب، انا بدأت احس بخوف. كنت بحاول اتمالك اعصابي، لبست الجاكيت وسيطرت على خوفي قدر الامكان، وخرجت من اوضة لنفس المكان اللي كنت واقف عنده. دلوقتي بقى حصل الاغرب، شايف خيال اسود بيتكون في ركن الصالون، الخيال عمال يطول كأنه بيتمط، وصل للسقف. معقول يكون فيه حاجة بالشكل ده فعلا ولا دي هلاوس؟ لا انا خايف. ها انا دخلت اوضتي، انا في الاوضه دلوقتي، سامع صوت ابويا جاي من بره بيدندن مع الست ام كلثوم زي عادته. مش قادر استنى، مش قادر استنى، الفضول بيدفعني اقوم. رجعت الصاله من تاني، شايف بابا قاعد جنب الراديو القديم بتاعه بيسمع الاغاني. بجد انا هتكلم معاه وجها لوجه؟ بابا، بابا انت سامعني؟ بابا رد عليا. بدأ يحصل صوت وش وشوشرة جامد خارج من الراديو، بابا بيحرك شفايفه بس صوت وش وشوشرة الراديو مغطي على صوته. وفي وسط كل ده سمعت صوت، صوت جاي من جوايا بنفس نبرة صوت أبويا، صوت بيتهمني بالقتل، إني قتلت أبويا. لا أنا ما قتلتكش، أنت اللي مت لوحدك. كنت هعمل إيه يعني؟ أتحبس جنبك طول الوقت؟ أنت اللي رفضت إن أنا أجيب لك ممرضة. انا عندي شغلي وعندي حياتي برضو، مهما كنت انت قاسي عليا فانا برضو كنت بحبك. اختفى صوت الوش واختفى معاه بابا، ورجع الخيال الاسود. بدأت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايف قصادي طفل بيحبي زي القطط، صغير بقه عمال يوسع، وقف فجأة وما تحركش. الملحة حواليا منعه انه يقرب اكتر من كده، صرخاته مخيفة بشعة وداني هتنفجر. انا عايز اهرب، بابي ما بيفتحش، عمال اخبط من جوه يمكن حد يسمعني. ايديا من الخبط مش حاسس بيها، ولا حد سامع ولا حد معبر، ما بقاش فيا حيل.
الخوف والمجهود اللي ضيعته في الخبط على الباب والياس خلوني اقع. دلوقتي انا قاعد على الارض، واضح كده ان دي نهايتي. الخيال الاسود ظهر من تاني، واقف قصادي وبين سنانه رقبة الطفل. وباقي جسم الطفل في الهواء زي الحيوانات المفترسة لما بتقتل فرائسها. بقطمة واحدة فصل راسه عن جسمه وبدأ ينهش. منظر بشع مقرف مخيف. صوت المضغ بيخترق عقلي وبيزلزل كياني. خايف اغمض عيني اتأذي. يا رب اروح فين عشان اخلص من الجنان ده. يا استاذ غنام، يا استاذ غنام، حضرتك سمعني، انا عماد جارك، الحقني لو سمعني، الحقني. ومين هيسمعني؟ ومين هيرد عليا؟ مفيش حد بيرد، مفيش حد سامع. والظل الاسود بيقرب وقلبي خلاص هيقف. كل ده اختفى فجأة وجي مكانه صوت حديدة بتتجر على الأرض، جاي من الحمام. اتفتح باب الحمام، خرج واحد عملاق بيجر فاس في الأرض، شكله مخيف، جسمه مترهل، ريحته بشعة ظاهرة من بعيد كأنه متعفن وخارج من تربة. أنا آسف، الريكورد كان فصل. أنا لسه عايش على فكرة، لسه الشبح واقف قدامي، شبح الراجل أبو فاس عمال يتحرك وكأنه مستني حاجة. يا ترى هو لما الوقت يعدي يمكن يوصلي ويقتلني؟ بس اللعبة بتقول غير كده. حشرات كتيرة بتخرج منه، بتنتشر في البيت كله، عناكب وصراصير ونمل وبراس، بيتحركوا في كل حتة حواليا بس ما بيلمسونيش. لسه الملح عامل درع ان هما يقربوا مني بيمنعهم. عندي وسواس من الحشرات بخاف منها، عندي هواجس وعندي فوبيا. خرج من الحمام كائنات تشبه الراجل ده، لكنهم كانوا صغيرين في الجسم والسن والبنيان وكل حاجة، وكأنهم نسخ صغيرة منه. كانوا بيتنططوا وبيهتفولوا كأنهم بيحمسوه عشان يأذيني. الدقايق بتمر ببطء، البرد بيجمدني، مش حاسس بصوابعي، رجلي لونها بقى أزرق، مش قادر اتحرك علشان حتى اجيب بطانية تلف بيها، والشبح لسه بيتحرك وانا لسه ما فقتش من الكابوس. يا رب يا رب عديها يا رب. وكل اللي حصل هكتبه وانشره واسجله مسموع كمان عشان الناس ما تجربش اللعبة الملعونة دي. الفجر بيقرب، الساعة 3:33 دقيقة. انا في امان. بيتسحب وينسحب لركن الصالون اللي ظهر فيه اول شبح، فاكرين شكلها هتعدي بسلام، وقلت وصلت للنهايه. انا اسف، الريكورد فصل تاني، بس دلوقتي في حاجه اغرب من كل اللي انا سجلته ليكوا قبل كده. لما الريكورد فصل بصيت في الموبايل عشان اسجل من جديد، ولقيت ان التاريخ مختلف. التاريخ بيقول ان فات 10 ايام كامله. مجرد لحظات فاتت عليا، ازاي تبقى 10 ايام؟ لما بدأت اللعبة كنا يوم 15 من شهر 7، دلوقتي احنا يوم 25 من نفس الشهر. ازاي؟ التليفون بيخرف ولا انا اللي بخرف ولا في ايه؟ عقلي هيشت، جسمي بيوجعني، سخونة بتنهش في جسمي. الخيال الاسود بيظهر من جديد قدامي، شايف جوه جسمه احداث بتحصل وانا بطلها، وكأن جسمه ده شاشة عرض، مشاهد متتالية ورا بعضها، وكل عدد مشاهد بيسبقوا تاريخ ليوم من الايام العشرة اللي عدوا عليا وانا مش حاسس، اللي اتسرقوا من عمري. كنت انا بطل الشاشة وبطل العرض، شفت نفسي بمنع الناس تدخل الجامع، شفت نفسي بحاول اسرق الناس في الشارع، شفت نفسي بشتم الناس بدون اي سبب وما عنديش اي مانع، شفت نفسي وانا بحاول اعتدي على مرات المهندس علوان جاري، شفت نظرات الناس ليا بتتحول من حب لكره وبغض. الناس بقت بتكرهني، الناس فاكريني مجنون. بصيت حواليا لما المشاهد انتهى عرضها، انا مش في الشقة، انا في مكان غريب، ضلمة مخيف مقبض مفزع.
والظل الاسود لسه هو الحاجة الوحيدة اللي ما اتغيرتش. فضل واقف قصاد مني، استفزيته وقللت منه لما اعتقدت ان كده اللعبة خلصت، لكن اللي حضر كان اقوى واكبر من تخيلي. اتحبست في عالم غير العالم، قوانين الحياة والوقت مختلفة عن العالم اللي نعرفه، ومن وقتها هو بيعذب فيا، لا حد سمعني ولا حد حاسس بيا. باب الشقة كان بيختفي اوقات طويلة، وكل ما الظل ده يمشي ويسيبني احاول اهرب، لكن مفيش فايدة. بقيت محبوس في عالم انا معرفوش، بيجبرني اكل تونة فاسدة وسمك ني. المكان حواليا بقى عبارة عن مئات من علب التونة الفاضية وبواقي السمك. مش قادر اوقف شراهتي للاكل، كل شوية يظهر الباب ويتسمح لي اروح عشان اشتري سمك وتونة. لكن لو فكرت اهرب بلاقي نفسي في البيت تلقائي ومنتهى الهدوء والبساطة. كل فترة يرجع يفرجني على مشاهد بشعة ليا، مشاهد وانا بسرق، مشاهد وانا بعامل الناس بوقاحة، ولسه بمنع الناس تدخل المساجد. ويخلص عرض المشاهد ويقرب مني. المرة دي الملح ما انقذنيش لاني ما لقيتوش، والمرة دي لمسني ولقيت نفسي في مقابر شواهد القبور فيها لونها فضي، مقابر في عالم تاني غير عالمنا، والشبح واقف قصادي. شايف القبور دي والجن اللي انتوا بتستحضروهم علشان تلعبوا وتتسلوا؟ كل مرة واحد منا بيموت، بس المرة دي قررت ان انا اللي احضر بنفسي واخد ضهر وحق كل اللي ماتوا بسببكم. والتاني مرة بتتغير الخلفية ولقيتني جوه مكان ضلمة، فهمت انه قبر من القبور اللي كانت حواليا. ظهر قصادي ضوء احمر، لما قربت لقيتها ست كبيرة في السن، جسمها مشقق، جلدها لونه احمر، الشقوق جواها لون اسود، نظراتها كلها غضب وشر، في حجارة مولعة نار بتنزل فوق منها وبتحرقها وهي بتصرخ. رفعت دراعها وشاورت عند راسي كأنها بتشاور لفوق. رفعت راسي لفوق علشان اشوف نفس كوم الحجارة اللي مولع نار فوق مني، وبنزول ايدها نزلت فوق مني الحجارة. بدأت اتحرق، شامم ريحة حرق جسمي، وبصرخ بصرخ بصرخ ومحدش حاسس بيا. اما هي فبتضحك بجنون وفرحانة باللي بيحصل لي وبألمي ومعاناتي. قلت اقول انا ماليش دعوة، انا ما اذيتكيش، ارحميني. قربت مني لحد ما وشها بقى في وشي، وطلعت لسانها الطويل زي لسان التعبان اللي مشقوق، مررته على وشي وانا متجمد مكاني. بعد كده رجعت لورا وهي كمان رجعت لورا واختفت. ما بقيتش شايف اي حاجة حواليا، بس سامع حركة، حركة الحاجة بتتحرك على اربع رجلين وليها صوت زئير مخيف، زقر بصوته العالي المرعب، وكان بيجري ناحيتي. ايوه اسد، مش شايفه بس سامعه. اترميت في الارض، بقيت اصحف بكل قوتي علشان ابعد، ودفنت راسي بين ايديا واستسلمت للحظة موتي. بس ما متش، وفتحت عينيا لقيتني رجعت بيتي وفي حالة برد رهيبة وتلج، وجوايا احساس غريب باني عاوز اكل السمك والتونة دلوقتي بنهم. لبست كل الهدوم التقيلة اللي عندي والباب ظهر، وخرجت بسرعة وانا عارف ان انا هجيب دول وهرجع، لاني لو فكرت اهرب هلاقيني رجعت تلقائي. الناس بتبصلي باستغراب، واحد لابس شتوي بشكل مخيف في عز الحر. ورجعت البيت وكلت السمك والتونة المعلبة. كل اللي حواليا يخليني خايف ومرعوب، كل المشاعر اللي جوايا مشاعر جنون وخوف وفزع وهلع. لا عارف انام ولا قادر اكمل عيشة.
الأشكال والكيانات حواليا على مدار الساعة واللحظة والدقيقة، وفي مرة لقيتني بتسحب جوا الحيطة، والحيطة فيها فجوة سودة بتبلعني، ومنها لقيت نفسي جوا مقبرة جديدة. ما كنتش عارف كمية اللخبطة اللي أنا بمر بيها دي علاقتها ببعضها إيه، لكن أنا اللي بيحصل لي إن أنا بتلاشى وبنتهي. ضحكات مخيفة حواليا، عينيا كانت بتتحرك في كل مكان، وأنا مستني الشبح الجديد هيظهر لي منين. المكان قدامي بينور نور خافت، ظهرت واحدة ست نايمة على الأرض وبتترفع بهدوء من على الأرض وجسمها متخشي، لحد ما بقت قدامي وعينيها مغمضة. ملامحها جميلة، شعرها أسود ناعم طويل شبه البشر رغم القرنين الصغيرين اللي بارزين في جبهتها. يمكن بعض الراحة تسللت لنفسي من شكل ملامحها الجميلة، بس كل ده راح أول ما فتحت عينيها. كانت عينيها حمرة لون الدم، والشر اللي خارج منها ما يتوصفش. واضح ان عذابي الجديد والمرحلة الجديدة من العذاب هتكون على ايديها. نفس العجز، نفس الخرس حصل لي من تاني، وكأني شفايفي متخيطة في بعضها. جسمي مش ملك ولا تحت امري، اما هي فبتضحك بجنون. ووقفت ضحكها وبدأت تشد في شعرها الطويل وتنزعه من راسها نزع وترميه على الارض. كان صوتها عامل زي صوت الديب اللي بيعوي، دم اسود نازل من راسها بيغطي ملامحها اللي كانت جميله وهاديه، لحد ما اتكست كلها باللون الاسود. اللي اتبقى في راسها من الشعر قليل جدا. الشعر اللي في الارض بدا يتحول لافاعي وتعابين باشكال واحجام مختلفه، كلها سوداء، كلها بتتحرك ناحيتي وبتطلع على جسمي، وبحركه منها وباشاره كل التعابين والافاعي دي بدات تعض فيا عضات مفيش بني ادم ولا اي كائن يتحملها. عشرات التعابين بتعض فيا، تعابين اصلها خصلات شعر في البدايه والنهايه. دي ما كانتش بتعضني، كانت بتنهش فيا. صراخي ومقاومتي ولا ليهم لازمه قصاد الهجوم الضاري ده. انا كنت كل امنيتي اني اموت، اموت بس. في الوقت ده ظهرت افعى عملاقه بتزحف، مع ظهورها كل الافاعي بعدت عني، فتحت بقها على الاخر وهجمت على راسي زي فيلم اناكوندا وزي الحاجات اللي بنشوفها في قنوات الوثائقيات. كانت بتبلعني جواها بالراحه، وانا مستسلم تماما. كل جزء من جسمي بيدخل جواها، كنت بسمع تكسير عظم. هتقولولي مش حاسس؟ يا جماعة الوجع ما بقاش ليه وجود، خلاص الموت بيني وبينه لحظات. لكن كالعادة أمنية ما بتتحققش. فتحت عيني من البرد الشديد اللي حسيت بيه، لقيتني في بيتي مرمي على الأرض، جسمي متهالك متآكل مش حاسس بيه. رغم أني كنت طبيعي جدا والجسم من بره يبدو سليم، لكني تعبان ومتحوط بكم كبير من الجن والعفاريت اللي قرروا ان هم ينتقموا بكل شكل ممكن وياخدوني من دوامة عذاب لدوامة تانية. وكل ما اقول خلاص هموت يخطفوني ويرجعوني تاني، مش هيسمحولي اموت. كل اللي بفكر فيه دلوقتي في الانتحار، هو ده الحل الوحيد ان انا ارتاح من العذاب ده. عاوز الخلاص، عاوز الخلاص. ما كنتش قادر اتكلم ولا رد على الجن وهو بيتكلم. حركت راسي بالموافقة، قال لي ان انا زي ما كتبت الورقة علشان استحضره والعب بيه، هكتب ورقة فيها عهد مني بالطاعة والولاء، ووقتها هيرحمني. بقيت ازحف ناحية المكتب، سحبت من عليه الدفتر والقلم وايديا بتترعش، وانت استنيته ينطق عشان اكتب. قال لي اكتب الاتي، وبدأت اكتب. اتعهد انا عماد سيف الدين لملك من ملوك الجن العظام الزاحف بالطاعة والولاء والخضوع التام مقابل الخلاص من الالام والاثام. كنت بكتب بخط يكاد يكون شخبطة، لاني مش قادر اسيطر على الالم بين صوابعي، لكني
لكني قطعت الورقة ورميتها. الورقة طارت في الهواء ودخلت في الركن المظلم من الحيطة. نفس الدوامة السوداء اللي سحبتني. أيوة. أما هو اختفى. كل الأشباح اللي كانت محوطاني واقفة في مكانها. الحشرات اللي ظهرت قبل كده عمالة تجري زي المجنونة. وكل حاجة زي ما هي. وكلهم بيبصولي نظرات توعد وشر. وفهمت كده انه اجبرني على كتابة عهد بيني وبينه. عهد بيقول ان انا عمري ما اقدر اتخلص من اللعنة دي نهائي. وانه هيسيطر عليا اكتر ما هو مسيطر. وكان وقتها هو ده السبب ان انا خدت القرار ان انا انتحر. انتحر اهون من اني افضل في الدوامة دي اللي ما بتنتهيش. واني لازم انهي اللعبة زي ما بدأتها. وادفع ثمن غلطتي. والغلط هيكون اكيد غالي وكبير. كبير بحجم الغلطة. هل انا مش عارف ممكن تسمعي اللي حصل والفويسات دي ولا لا؟ بس لو سمعتيها دعيلي بالرحمة. انا هريح نفسي من العذاب. وانا عندي يقين ان ربنا هيسامحني لان ده مش انتحار. ده خلاص من دوامة وألم وعذاب. انا دقت طعم الندم في صمت زي ما بابا وماما ماتوا في صمت. اوعى تكوني لوحدك فيهم. خدي ولادك في حضنك. انا بحبك. سامحيني. 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 وخلص التسجيل وانا ببكي على صوت عياطه. وبتخيله هو بيقف على الكرسي وبيرفع جسمه على الشباك وفتح دراعاته بيستقبل راحته من العذاب. بياخد نفس عميق وبيفتح ايديه وبيرمي نفسه وبيغمض عينيه لدرجة ان حواجبه لمست عينيه. وفكه تصلب زي ما شفته متصلب في المشرحة. وبسرعة رهيبة جدا جسمه ارتطم بالارض. لكنه ارتاح. ارتاح. التسجيلات خلصت يا أستاذ أحمد. ولسه الحيطة فيها المكان الأسود اللي عماد وصفه بالظبط. كل ما بننهل الحيطة بترجع تسود ويخرج منها ملح بكميات كبيرة. جبت شيوخ كتيرة والكل أكد إن دي بوابة اتفتحت وقفلها صعب. فسبتها في الآخر لأني كنت بحس إن عماد واقف فيها وبيبصلي. عماد يا أستاذ أحمد، اتخيل كل اللي كان بيخاف منه هو صغير. أيوة أنا أشرح لك. الظل الأسود، الصمت، الترب، الطفل اللي زي القطط اللي بيزحف، الرجل اللي شبه الخنزير، اللي ماسك الفاس في إيده. وعشان كده بنبه على الأهالي، بلاش تحكوا لأولادكم حكايات مرعبة مخيفة بدافع إن هم يسكتوا أو يذاكروا أو يبطلوا زن وشقاوة. الشقاوة أهون بكتير من تربية العقد. العقد اللي اتجسدت لوحوش هجمت أخوي. أنا عملت بحث عن اللعبة ولقيت إن الشخص اللي قرر يلعبها لما بيحضر الجن بيجمع كل المعلومات الخاصة عن اللي استدعاه وبيبدأ يدخل جوه ذكرياته ويوسوس له بيها. ذكرياته المخيفة المرعبة. عشان كده هو اول لما ظهر له شبح متشكل في صوره وهيئه بابا. عقده الذنب اللي جواه وكانه حاسس ان هو اللي قتله لما خرج مع صحابه وسابه لوحده. العقده دي فضل عايش بيها زمن. وده اتكرر كمان مع ماما قبل بابا. انا كده حكيت لك حكايه عماد اخويا يا استاذ احمد. واتمنى اكون قدرت افيد الناس. انا ما بعرفش احكي وارتب ويكون كلامي مهندم ومنمق، بس حكيت. بالله عليك بلاش تفتحوا ابواب مقفولة. ابعدوا عنها وسيبوها مقفولة. خلوها دروع تتحاموا فيها من المجهول. دوروا على ناس تحبكم وناس تحبوها. ناس تفضل جنبكم وتفضلوا جنبها. قدروا قيمة اخواتكم في حياتكم. ومش مع اول خلاف مهما حصل تقطعوا بعض. يمين يرجع لي أخويا دلوقتي. يمين يرجع لي أخويا دلوقتي. يمين يرجع لي أخويا دلوقتي. يمين يرجع لي أخويا دلوقتي.